الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي الله أكبر سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله أبرأ أبرأ إلى الله إلى الله إلى الله إلى 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 أبرأ أبرأ إلى إلى الله الله من أبي بكر أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وجميعي وجميعي أعدائي أعدائي
أهل بيتي أهل بيتي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. وجه الله، فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحال، حالة الزيارة، لا في حالة الصلاة كما حاول البلوشي أن يزعم. وأما بالنسبة إلى بعض عدوة الله وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير، اكبر من الله اكبر والصلاة. يا حسين انت كبير، اكبر من الله اكبر والصلاة.